اللاجئون العراقيون المسيحيون الذين هربوا من داعش يطلقون الصرخة من أمام المفوضية العليا لشؤون اللاجئين في لبنان، متهمين كنيستهم بالقيام بحملة تحول دون حصولهم على تأشيرات السفر. في تدخلات دينية عم بتصير بخصوص رجال ديننا، احنا كمسيحيين عراقيين عم بيكونوا فكرة انه العراق هلا صار جنة احلام، يلا تعوا رجعوا، عم يعملوا تسهيلات تحت الاسم الطوعي، مع الأسف تحت الاسم الطوعي، الغرض منها تضييق الخناق على هيدي العالم اللي صار له 4 سنين و5 سنين. يا احنا البلد، احنا بدنا نحس البلد ما بقى بلدنا، هو البلد العراق، العراق اصلا بلد المسيحيين، هذا البلد مو بلدنا. رفض مستمر لتأشيرات السفر، والعائلات تطلب النجدة رافضين العودة إلى بلد خرجوا منه قسرا. كلا كلا للعودة، كلا كلا للعودة، نعم نعم للهجرة، نعم نعم للهجرة. كيف بدي رجع عالم هربت من إبادة جماعية لإبادة جماعية؟ إذا أنتم فيكم خير رجعوا أهاليكم من برا، سكنوهم بالمناطق اللي بدكم ترجعونا عليها. الكنيسة متهمة بالضغط على السفارات الأجنبية وخصوصا الأمريكية بعدم منح تأشيرات السفر لرعاياها بحجة رفض تفريغ العراق من مسيحيه، لكنها تتحفظ على الرد على هذه الاتهامات. نحن بنقول لهم هذه حياتكم، هذا خياركم، انتم بتختاروا وين بدكم تحبوا تروحوا. سيدنا ساكو قال العودة الطوعية، اللي بيحب يرجع العراق نحن مستعدين نساعده، ولكن ولا الكنيسة ولا اي خوري بيقدر يعمل شغله مثل هذه. جلجلة جديدة يعيشها مسيحيو العراق في لبنان، 5 أعوام مضت على ليث وعائلته الذين يرغبون بوطن بديل يحضنهم ويوفر لهم الأمن والاستقرار. لما بتشوفي أنت أب أو بي اللي هو البلد لأولاده بيفتح الباب بطلعهم يقلعهم لبرا، كيف بدنا نرجع؟ ما كلهم شافوا، كلهم لمسوا، كلهم حسوا، شافوا البكي، شافوا المعاناة، ليه هلا عم نتهاون؟ رجعوا. طب قبل ما بترجعهم وفرت لهم شيء؟ وفرت لهم كرامة؟ ما بدنا خبز، ما حدا بيموت من الجوع. نرجع ما نرجع، ما نرجع للعراق، ما نرجع ما نرجع، ما نرجع للعراق، ما نرجع. مستقبل مجهول وأمال معلقة على الولايات المتحدة، الوجهة المفضلة للعراقيين والتي استقبلت العدد الأكبر منهم على مدى الأجيال، رغم أعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن عدم قدرة بلده على استيعاب المزيد من اللاجئين، وبالتالي يبقى مصير هؤلاء معلق حتى إشعار آخر.